اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو التحيه الخاص بمباراه المصري وسيراميكا في نهائي كاس الرابطه الانديه المحترفه في نسختها الثانيه. في البدايه برحب بكل من الكابتن محمد عمر. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، شرفنا منورنا حبيبي. شكرا. ايضا ترحب بموصول الكابتن حازم. كابتن حازم اهلا بيك. شكرا تمر، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، فضل ونعمه. ايضا ترحب للكابتن عمرو تسوي. كابتن عمرو اهلا بيك وشرفنا منورنا. كابتن تامر منور دايما. مشاهدينا الكرام، صدام خارج التوقع بين المصري وسيراميكا في هذا التقرير، ابقوا معنا. مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب الجيش ببرج العرب عندما يلتقي فريق المصري مع نظيره سيراميكا كليوباترا في نهائي النسخة الثانية لبطولة كاس الرابطة المحترفة، والتي تنتظر بطلا جديدا بعد أن حصد فيوتشر أول نسخة. إلا أن نهائي اليوم بين المصري وسيراميكا لا يقبل القسمة على اثنين، ولابد من تحديد البطل. ويتسلح فريق المصري بجماهيره المقرر أن يصل عددها بملعب برج العرب إلى 5000 متفرج، وتمني نفسها بالعودة إلى بورسعيد بلقب جديد بعد أن كان عام 1998 شاهدا على آخر بطولات المصري حينما فاز ببطولة كاس مصر، ويأمل اليوم بالفوز ببطولة كاس الرابطة. إلا أنه يصطدم بطموح سيراميكا كليوباترا الباحث عن التتويج بأول بطولة في تاريخه. ويعيش فريق المصري في حالة من الصحوة منذ تولي ميم عبد الرازق القيادة الفنية للفريق بعد أن حسم تواجده بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، حيث جمع 47 نقطة من 33 مباراة، وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كاس مصر، ويرغب اليوم باستكمال النتائج الإيجابية وحصد بطولة كاس الرابطة، معتمدا على أوراقه الرابحة على المستوى الهجومي وهم مروان حمدي وجريندو والتونسي الياس الجلاصي، فضلا عن الاعتماد على خبرات عصام ثروت في حراسة المرمى بعد تألقه في مباريات الفريق الأخيرة. في المقابل يعيش فريق سيراميكا كليوباترا حالة من عدم الاستقرار الفني بعد أن حسم بقاؤه بالدور الممتاز في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، ثم رحل حلمي طولان عن القيادة الفنية للفريق بنهاية مباريات الفريق بمسابقة الدوري، وتولي أيمن الرمادي المهمة بدلا منه. وشاء القدر أن يكون صدامه الأول حاسما بمواجهة المصري بنهائي كاس الرابطة. ويعول فريق سيراميكا على خبرات قائده محمد إبراهيم وصلاح محسن وميدو جابر في قيادة خط الهجوم، مع الاعتماد على قدرات حارسه المميز محمد بسام حال حسم اللقاء عن طريق ركلات الترجيح. ومن المفارقات أن المصري التقى مع سيراميكا كليوباترا مرتين هذا الموسم بالجولتين الأولى والثامنة عشر بمسابقة الدوري، وفاز سيراميكا مرتين بثلاثية نظيفة. فترى هل يحقق الانتصار الثالث أم يثر المصري من هزيمتي الدوري في لقاء لا يقبل التعادل، ولا بد من تحديد الصاعد لمنصة التتويج.